السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أب قبل أن يموت قال لابنه: هذه ساعة جدك عمرها أكثر من 200 سنة، لكن قبل أن أعطيك إياها اذهب لمحل الساعات في أول الشارع وقل له أريد بيعها وانظر كم سعرها. ذهب ثم عاد لأبيه وقال: الساعات دفع في 5 دولارات لأنها قديمة. قال له: اذهب إلى محل الأنتيكة. ذهب ثم عاد وقال: دفع فيها 5000 دولار. قال الأب: اذهب إلى المتحف وأعرض الساعة للبيع. ذهب ثم عاد وقال لأبيه: أحضروا خبيرا وقيمها وعرضوا علي 1,000,000 دولار مقابل هذه القطعة. قال الأب: أردت أن أعلمك إن المكان الصحيح يقدر قيمتك بشكل صحيح، فلا تضع نفسك بالمكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك. من يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك. من يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم.